هي بوب، انت اي عندنا اربع احداث حصلوا امبارح او اربع محاور حصلوا امبارح. تمام، المحور الواحد فيهم يخليك انت فرحان وسعيد وطاير من الفرحه. يعني برافو عليك. يعني كان ممكن ده، يعني انا زملائي في الاعداد كان دايما يقولوا لي ده احنا عندنا اربع محاور، المحور الواحد فيهم يخلينا مبسوطين وطايرين من الفرحه. يعني كان ممكن نقول مثلا شهر ده حاجه وكمان ما ثلاث اربع شهور حاجه. لا انت عارف اللي هي قاعده، انت مش مستوعب كل الكلام اللي بيتقال أربع ولا صواريخ زي ما أنت مستوعب قلت. يعني إنجازات بتتحقق وأنت بتتكلم واحد اتنين تلاتة أربعة، مفيش حاجة تقل عن حاجة. حلم الاستاد ده يعني حاجة مرعبة جدا. وبعدين بقول لك أنت عندك استاد الوقت أهو، أنت فيها 25 سنة، وبعدين أنت ما وقفتش الحلم الكبير خالص. الحلم الكبير بقى خلص في سنة، في اتنين، في تلاتة، في أربعة، في 10، خلاص أنت كده كده عندك الاستاد بقى أمر واقع. وزي ما قلت لك الاستاد مدينة عالمية فيها صالات مغطاة وفيها السلام الاستاد تحفة. السلام، ما انت اكيد عارف حاجة السلام. محترمة جدا جدا. وكمان خلي بالك، هو انت لما بتحس بجمهورك الاحساس ده وبتقول لجمهورك انت بتروح برج العرب وبتروح هنا وانا عايز اسهل عليك، هي دي رسالة سهلة؟ هي الحاجات دي رسالة سهلة؟ تكلفة الحاجات دي رسالة سهلة؟ والتخطيط للحاجات دي رسالة سهلة؟ هو المفاجأة وإن تفضل تشتغل كل الكلام ده في سرية تامة وتعلن في الوقت والميعاد اللي أنت عايزه والكلام ده كلام سهل؟ طبعًا أكيد استحالة. يعني شغل احترافي مميز، لكن بقول لك شراكة الوحدة الاقتصادية بين النادي الأهلي وشركة استادات الشركة الوطنية العملاقة والأستاذ محمد كامل، واللقطة دي بالذات دي لقطة يعني تاريخية. الناس دي بقى ما فكرتش في سنة ولا سنتين انتخابات ولا دورة ولا دورتين ولا ربنا يحيينا هنكون موجودين ولا مش موجودين. الناس دي يا كابتن فكرت ل 2045. 2045، 25 سنة انت بتتكلم، وبتتكلم في اكتر، يعني انت واخد حقوق انتفاع 25 سنة لحاجات مهمة جدا، وفي نفس الوقت مكمل ل 2045 بوحدة اقتصادية، أول نادي في الشرق الأوسط، ومن يعني من عدد أندية بسيط في العالم بيعمل حاجة اسمها الوحدة الاقتصادية مع كيان كبير وهتشتغل على أبعاد تانية خالص. الجميل اللي كل ما تم الوعود بيه في أسرة وعائلة الأهلي اللي قبل الانتخابات الناس كانت بتقول الحاجات دي حبر على ورق، ده في حاجات اتخطت على الكابتن الخطيب دي ما قال احنا تخطينا، ما كانتش دي بالظبط، قال احنا تخطينا في اللي احنا وعدنا بيه 85% بجانب الاضافات اللي عملناها. فتخيل 80% 85 امبارح الكابتن قال. فتخيل بقى يعني الانجازات اللي اتعملت. طبعا دي صوره بتتكلم عن نفسها، واقع بيتكلم عن نفسه.